نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحقق العديد من الإنجازات في العام 2020 بالرغم من التحديات التي فرضتها التداعيات السلبية جراء جائحة كورونا، كما استطاعت الوزارة مواصلة تقديم خدماتها ضمن خطط وبرامج مدروسة ومبادرات نوعية لضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف بكل يسر وسهولة. رغم التداعيات السلبية التي خيمت على قطاعات العمل الحيوية جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في كل دول العالم وتحديدا في البحرين، ومع ما شهده العام المنصرم 2020 من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية فرضت نفسها على بلدان المعمورة جمعاء، أفلحت مملكة أرض الخلود بكيفية التعامل مع تلك التحديات الجسام بتحويلها إلى فرص، ومن ثم ترجمة تلك الفرص إلى إنجازات لا تحصى والتي لم تكن لتمثل أمام أعين الناظرين لها المتحسسين لجمالها المتنوعة لولا عظيم التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعبر الرؤية الرصينة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. حيث البداية، وبناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة وحفاظا على النمو المستدام، فقد تكفلت الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث أشرفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على صرف رواتب شهور مارس وإبريل ومايو من العام الفائت، ومن ثم دفع نصف رواتب المواطنين لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، إلى جانب دفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً لأشهر الربع الثالث، وصولاً إلى دفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات الأعلى تضرراً للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي والجزئي لأبوابها. وبسبب ما شهدته حركة التوظيف في القطاع الخاص من تباطؤ جراء الجائحة، عمدت الوزارة إلى تفعيل آلية التوظيف العولمي الإلكتروني بشكل دائم لتتمكن من إتمام نحو 19,000 عملية توظيف خلال العام 2020. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل خلال العام المنصرم نحو 20,000 مستفيد حتى شهر أكتوبر، في حين بلغ إجمالي المصروفات التي وضعت في مقام المستفيدين من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل فيما يعرف بعلاوة الغلاء ما يزيد على 113 مليون ونصف المليون دينار بحريني. بجانب ذلك، كانت الوزارة قد استمرت وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي في صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، لتقدر قيمة المبالغ المصروفة بهذا الصدد إلى أكثر من 28 مليون و300 ألف دينار بحريني. وإلى تسليط الضوء على المراكز والمعاهد التدريبية 105 التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعطفا على ذلك ترخيصها ل 757 برنامجا تدريبيا وكيفية عملها تحت ظروف الجائحة، فقد قامت الوزارة باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، ليواصل قطاع التدريب نموه بفضل الاهتمام المتزايد به.